السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بكم في قناة النادي الليبي لتربية الجيرمن شيبرد. أنا اسمي نادر محمد غبار، ليبي مقيم بالدنمارك. بديت كأي هاوي في هذا المجال، لكن طورت من نفسي ولازلت أطور من نفسي، يعني كل يوم نتعلم حاجة جديدة حنحاول نفيدها ونشاركها معكم. هدف هذه القناة هو إعطاء المعلومة الصحيحة أولا بكل ما يتعلق بالكلابة عامة، والارتقاء بسلالة الجيرمن شيبرد في الدول العربية خاصة. سوف نعرف كل التفاصيل في الفيديوهات اللاحقة إن شاء الله. محتوى هذه القناة سوف يكون متميز ومخالف عما نشاهده في قنوات اليوتيوب ذات المحتوى العربي. سوف نتطرق أيضا إلى مواضيع لأول مرة سوف تشاهدها في قنوات اليوتيوب على المحتوى العربي، أيضا سوف يكون الشرح بالتفصيل بالصور الداعمة بالفيديوهات الداعمة. حنشرح السبورة أيضا. بدايتنا سوف تكون بنشر فيديو كل أسبوع، يعني فيديو واحد أسبوعيا. إضافة إلى ذلك سوف نقوم بفيديو عن طريق على هيئة سؤال وجواب. سوف نجمع كل تعليقاتكم أو أسئلتكم في الفيديو السابق ونجيب عليها في الفيديو في نهاية كل أسبوع. يعني إذا كانت لديكم أسئلة فلا تترددوا بأسئلتكم، فنحن هنا للإجابة عليها. النادي الليبي تأسس سنة 2012، تحديدا في أواخر سنة 2012. أما قناة النادي الليبي لتربية الجيرمن شيبرد فبدأت في نشر فيديوهاتها رسميا في يونيو سنة 2017. القناة تأسست سنة 2012 صحيح مع النادي، لكن ما اشتغلناش عليها. بدينا في نشر الفيديوهات بشكل رسمي في سنة 2017 زي ما قلت. يعني هذه القناة حديثة الولادة، لكن كبيرة وغنية بمحتواها. شاركنا تجربتنا في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. يمكنكم متابعتنا على الفيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس. لدينا أيضا مدونة اسمها www.worldofdogs.tk، ولدينا أيضا موقع إلكتروني ويب سايت اسمه www.weebly.teambusco.com. كل هذه موجودة بصندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. شكرا على متابعتكم. يمكنكم مشاركتنا ودعمنا بالشير سبسكرايب اند لايك، يعني نشر فيديوهاتنا، اشتراك في قناتنا، واللايك إذا أعجبك الفيديو، وبالطبع ديسلايك عدم الإعجاب إذا لم يعجبك الفيديو. فنقدكم خاصة يكون نقد بناء ليس هدام، فهو يزيد من عزيمتنا وتطوير من أنفسنا. شكرا على مشاهدتكم هذا الفيديو، فانتظرونا في القريب العاجل إن شاء الله في أول فيديو رسمي في قناة النادي الليبي لتربية الجيرمن شيبرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.